إذا كان القرآن قد صنع حضارة في التاريخ استطاعت أن تستوعب هموم الناس وأطماعهم وأن تنظم الدنيا وتقولبها على طريقة معينة، لابد أن يكون هذا الكتاب ذا محتويات ثلاث: المحتوى الأول منهجا في التفكير، المحتوى الثاني نظرية في الإعلام، المحتوى الثالث نظرية في الحضارة. وقد بدأت أبحث الجانب الإعلامي من القرآن، فتبين لي أن كتاب الله في قصصه وفي مواعظه وإرشاداته وفي لفته للأنظار نحو السماوات والأرض، نحو جوانب الإعجاز الإلهي إن في نفس الإنسان وإن في الطبيعة وإن في كل ظاهرة من ظاهرات الكون، لفت نظري أن هذه القصص وتلك المواعظ والإرشادات إنما قصد بها طرح قواعد إعلامية وأساليب في التحاور مع البشر لم ينتبه إليها المفسرون وعلماء القرآن في السنوات الماضية بل في القرون الماضية. ولعل السبب في عدم اهتمامهم بهذا الجانب من الموضوع أن أساليبهم العلمية آنذاك ومناهجهم الفكرية لم تكن على المستوى الذي بلغته البشرية حتى اليوم. كنت دائما أتساءل لماذا أورد الله سبحانه وتعالى قصة آدم عليه السلام؟ ما المقصود من هذه القصة؟ ولماذا كان الحوار بين الله سبحانه وتعالى وبين ملائكته، ثم ما ترتب على هذا الحوار والأحداث من هبوط آدم من الجنة إلى الأرض؟ وإذا بأخرج برؤية أرجو أن تكون صحيحة، هي أن شخصية آدم هي النموذج البشري الأول الذي قدمه الله سبحانه وتعالى إلى الأجيال التالية، بحيث يجعلون منه نموذجا لهم وهدفا يتمسكون به أو يعملون على أن يعملوا على غراره وعلى شكله. فآدم عليه السلام يمثل الإنسان الذي يتعرض للقوة والضعف، للهوى وللعقل، للأخلاق وللضعف أمام المغريات. هذا الإنسان بقوته الممكنة، بقوته التي ليست مطلقة الحدود وإنما هي محددة جدا، أعطانا صورة عن الإنسان النموذجي العملي الواقعي الذي يمكن أن نجعل منه مثلا أعلى لنا. فآدم عليه السلام الذي دخل الجنة أول الأمر ثم أغراه الشيطان بأن يأكل من الشجرة المحرمة، هذا الآدم عليه السلام أهبط إلى الأرض، لكنه في الوقت نفسه الذي كشف فيه عن ضعفه وضعف عزيمته، هذا الآدم عليه السلام فتحت له أبواب التوبة ليعود دائما وأبدا إلى الله عز وجل وليطهر نفسه، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم عرضت لقضايا أخرى وهي السياسة الإعلامية بين السماء وبين مجموعة الأقوام والشعوب التي جاءتها الأنبياء والرسل، وتبين لي أن لكل نبي ورسول أسلوبا معينا في التعامل مع أقوامهم، حتى كان القرآن الكريم الذي كان خاتمة الكتب وكان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان خاتمة الأنبياء، فإذا بنا نجد بأن الحوار الوحيد الذي جرى بين القرآن وبين الناس وبين محمد والناس حوارا قائما على منطق علمي خالص وعلى رؤية بشرية خالصة لكي تكون نموذجا للأجيال التالية التي جاءت بعد محمد عليه السلام، وليجعل من هذا النموذج وسيلة للتعامل مع البشر. الحديث عن الإعلام حديث طويل، لكنني أحاول فقط في أن آتي بنموذج يتصل بالنشاطات التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الأنشطة التي ظهرت في تاريخ محمد عليه السلام نجد مثلا أن الوحي السماوي لم يكن ينزل مرة واحدة، وإنما كان ينزل منجما حسب الأحداث والوقائع. ما هو السبب الذي دفع الله سبحانه وتعالى إلى أن ينزل القرآن منجما على مراحل؟ يبدو لي وهو شيء متفق عليه أن الوعظ والإرشاد، أن العملية الإعلامية لا تكون بالغة التأثير، عميقة التوجيه، قوية الدفع، ما لم تكن مرتبطة بأحداث معينة. ولما كانت كل آية تنزل من السماء
مرتبطة بحادث أو بسؤال أو بواقعة من الوقائع. لما كان هذا شيئا واقعا في وحي السماء أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العملية الإعلامية المترابطة بحدث معين يكون لها من التأثير في النفوس ما لا يكون لعملية الإعلام السردي الذي لا علاقة له بواقعات الحياة اليومية. لذلك نجد بأن التنجيم في تنزيل الآيات هو جانب من جوانب الإعلام الفني والعلمي في كتاب الله، الذي أريد به أن يكون عميق التأثير، بعيد التوجيه، قوي الدفع في نفوس الناس أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأجيال التي جاءت بعده.